فيروس كورونا الجديد وما سبب القلق العالمي منه. فيروس انتقل من شرق الأرض لغربها، أصاب كل الدول باختلاف أوضاعها السياسية والاقتصادية، أجبر معظم الدول على اتخاذ قرارات لم يكن أحد يتخيلها. أمريكا تقطع رحلتها الجوية مع أوروبا وتعلن نيويورك منطقة كوارث. إيطاليا تصنف المرضى حسب الأولوية في تلقي الرعاية الطبية. السعودية تمنع العمرة وتوقف الصلوات في المساجد. COVID-19 أو كورونا فيروس انتشر من مدينة ووهان شرق الصين من خلال سوق الأسماك، يسبب التهابات حادة في الرئة. ينتمي لعائلة الفيروسات التاجية التي تمتلك زوائد تشبه التيجان، لذلك سمي كورونا. الفيروس من الفيروسات ذات الحمض النووي الريبوزي، هذا التكوين الوراثي يسمح له بالتكاثر بسرعة داخل الخلايا والانتشار بسرعة بين البشر، وهذا يهدد بحدوث وباء عالمي. العلاج منه: التناسخ السريع للفيروس يساعد على حدوث طفرات جينية فيه، مما يسبب تغيير دائم في تركيب الشريط الوراثي الخاص به، وهذا يجعل إيجاد علاج الفيروس أمر صعب. انتقاله إلى البشر: انتقل من خلال الثعابين والخفافيش عن طريق حدوث طفرات جينية فيه. الشفاء منه: من خلال الرعاية الطبية المناسبة للمرضى، يستطيع الجهاز المناعي التعرف والقضاء على الفيروس. لكن أي خلل مناعي يزيد من خطورة الفيروس. الفئات المعرضة للخطر: كبار السن، المصابون بأمراض نقص المناعة الذين يتلقون العلاج الكيميائي. أعراض الإصابة: سعال جاف، ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق في التنفس. طرق الوقاية من الفيروس: غسيل الأيدي، تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال، عدم لمس الوجه قدر المستطاع، الابتعاد عن الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض. التأثير والانتشار: لا تزال نسبة الوفيات قليلة حيث وصلت إلى 2-3%، لكن معدل الانتشار سريع جدا حيث وصلت معدلات الإصابة 736,309 حالة على مستوى العالم.